السلام عليكم. اليوم الثاني من آب 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في جلسة حقيقة استثنائية في نقاشاتها وفي المواضيع التي تناولتها، خاصة بعد الأيام العصيبة التي مررنا بها. هذا أسبوع تحديات حقيقية وكبيرة نعبرها إن شاء الله بكل حكمة وهدوء، معهودين في هذه الحكومة وفي فلسفتها في إدارة البلاد. المبادرة التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي هي نداء حقيقي للحوار للقوى السياسية المتصارعة هذه الأيام بطريقة لم نعهدها من قبل، خاصة في ظل هذه الحكومة. الحكومة هذه تعمل منذ أكثر من سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تريده ولا تتوجه إليه. السيد رئيس مجلس الوزراء في مجمل إدارته للدولة إنما يدعو إلى حقن الدماء وإلى الحوار وإلى جمع القوى السياسية في هذا الصراع السياسي وفي هذه الأزمة، أن يجلسوا إلى طاولة الحوار وأن يجدوا الحلول المناسبة لواقعنا السياسي. فالعقول الموجودة في كل الأطراف لا تعجز عن إيجاد هذه السبل. الحكومة تعمل على نحو المعتاد في حماية الناس وحماية المؤسسات وفي حقن الدماء، وهي لا تنجر بسهولة إلى العنف على الإطلاق، لأنها تعي تماما تاريخ العراق وما حف به من عنف العراق، تاريخ مديد من العنف. هذه الحكومة بالذات في السنتين الماضيتين أعربت وبينت فلسفتها في إدارة البلاد وفي إدارة الصراع في بلدنا. لذلك نشعر بأن الوقت قد حان حقيقة لطاولة حوار حقيقية وفق النداء الذي وجهه السيد رئيس مجلس الوزراء، خاصة ونحن في شهر المحرم الحرام، والذي أول معانيه في هذه التسمية المحرم هو حرمة الدماء، خاصة في عاشوراء والدم المطلول للإمام الحسين. أول درس نعيه منه هو ألا مزيد من الدماء في عراقنا، وخاصة في هذه الأيام عاشوراء حدث مهم تحقن فيه الدماء وتقاد فيه عملية إصلاح حقيقية نحن نحتاجها هذه الأيام تحديدا. هناك توجيه بالتأكيد بدعم المبادرة، مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وتحقيق هذا النداء الحقيقي للحوار بين القوى السياسية، وكامل الحكومة على استعداد لدعم هذه الحوار والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة. أيضا كان هناك من جملة القرارات التي اتخذت، كان هناك استضافة للسيد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري. أطلع مجلس الوزراء على ما يحدث على الحدود التركية العراقية، وكانت هناك قرار حقيقة في عدة فقرات نحاول فيه أن نحل مشكلة هذه الحدود وما يحدث فيها من انتهاكات تركية للسيادة العراقية والعمليات التي تحدث من حزب العمال هناك. السيد نائب قائد العمليات طلب أن مبلغا من المال لبناء مخافر حدودية وأيضا لمجموعة من التعيينات لإرسال قوات عراقية في هذه المخافر الحدودية. مجلس الوزراء ناقش هذه الطلبات باستفاضة حقيقة وقرر أن يمول قيادة العمليات المشتركة لبناء هذه المخافر الحدودية ولبناء بيئة صالحة وتمكن قواتنا من الدفاع عن حدودنا من الانتهاكات أو مزيد من انتهاك سيادة العراق. فيما يتعلق بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، كان هناك أيضا قرار يخدم المواطنين حقيقة. آلاف من المواطنين كانوا قد قدموا على شراء قطع أراضي سكنية. اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا ببيع هذه الأراضي، أعتقد عددها
أكثر من 58 ألف قطعة أرض سكنية ستباع للمواطنين، وخاصة أولئك الذين استكملت معاملاتهم وهم من ذوي الدخل المحدود. فيما يتعلق بأمانة بغداد، كان هناك أيضا قرار. أمانة بغداد تشهد هذه الأيام بقيادتها الجديدة أعمال حثيثة في بغداد، وكان هناك قرار لتمديد العمل بقرار سابق لها يخولها أن تنفذ مشاريع بكوادرها الخاصة. حقيقة في بغداد هذه الأيام نرى بأعيننا أعمال مميزة لأمانة بغداد، ومجلس الوزراء اليوم حاول أن يدعم الأمانة بهذا القرار لكي تستكمل هذه المشروعات وتنجزها. أخيرا، مع قرار مهم لخليجي 25، سأدع الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة يسلط الضوء عليه وعلى أهميته فيما يتعلق بهذه البطولة المهمة التي تقام في البصرة. تفضل. شكرا جزيلا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا. الحقيقة اليوم مجلس الوزراء بحقيقة سيادة الرئيس والأخوة معالي الوزراء كانوا كلهم حريصين جدا على دعم استضافة العراق لخليجي 25 من خلال القرار اللي تم اتخاذه واللي راح أتكلم به لاحقا. الحقيقة في الأسبوع الماضي أيضا تمت مناقشة خليجي 25 واحتياجات البطولة من جميع الجوانب المادية واللوجستية، وحتى موضوع احتياجات المحافظة اللي قدمها الأخ أسعد العيداني محافظ البصرة، وعقد اجتماع ثاني برئاسة دولة الرئيس يوم الخميس، وحضر معالي وزير المالية ومعالي وزير النفط ومعالي وزير الإسكان والإعمار بالإضافة إلى محافظ البصرة، وتم مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض ومن أجل توفير كل المستلزمات والحاجيات اللي تحتاجها البطولة خلال المرحلة القادمة وأيضا أثناء البطولة. ولذلك اليوم تقرر بمنح تمويل تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بالبطولة. أيضا تقرر منح الاستثناء الخاص من تعليمات العقود الحكومية إلى السيد الأخ العزيز أسعد العيداني محافظ البصرة بتكملة كل المشاريع الخاصة بالبطولة، ومنها المطار، المنفذ الحدودي، الشوارع، أيضا الأمور اللي تخص بعض الفنادق، وبالتالي أيضا أنه منح الصلاحيات الكاملة باستثناء من تعليمات العقود الحكومية. أنا أعتقد ما تحقق اليوم هو يدل دلالة كبيرة على حرص السيد الرئيس اللي هو رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وكل الأخوة السادة الوزراء على حرصهم على إنجاح هذا الحدث المهم، ومن أجل إبراز الصورة الحقيقية لعراقنا الحبيب. أيضا في هذا اليوم تقرر أيضا تمويل اتحاد كرة القدم بمبلغ 3 مليار دينار للكادر التدريبي للمنتخب الوطني واستعدادات المنتخب الوطني لخليجي 25، وبالتالي اليوم اتخذت قرارين مهمة لصالح الرياضة. فشكرا للسيد الرئيس، شكرا للأخوة معالي السادة الوزراء على دعمهم الكبير والكامل لقطاع الرياضة وكرة القدم بشكل خاص في هذه المرحلة. شكرا جزيلا للجميع.